علشان خروجه العيد مهمه ودايما انا وحليم بنحتار نروح فين، فقررنا نعمل حاجه جديده العيد ده. وعلشان إيلا معانا السنه دي فما لقيناش احسن من خروجه الملاهي علشان نلعب وننبسط في نفس الوقت. وبصراحه خروجه العيد في المكان ده طلعت اختراع، علشان احنا اشترينا التيكت تقريبا بنص الثمن من فودافون كاش من على ابلكيشن انا فودافون. مع عروض فودافون كاش ديلز وفرنا 300 جنيه، وزي ما انتم شفتوا لقينا اماكن كتير لخروجات العيد واماكن كمان اكل من على فودافون كاش. مش ينفع نروح من يوم حلو زي ده غير لما نروح نجيب كحك العيد. ببص على فودافون كاش لقيت اوفر على كحك العيد من تسيبس 245 بدل 325، يعني قدرت اوفر 80 جنيه. انتوا كمان تقدروا تروحوا كل الاماكن دي واكتر وتستمتعوا بكل الاوفرز دي لما تستخدموا ابلكيشن انا فودافون وتروحوا على كاش ديلز وبتشتروا بمحفظه فودافون كاش وبتوروا كود الفرع. وبس كده، كل سنه وانتوا طيبين.